بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم 22 شهر ماي سنة 2023، ناقش على السيد كريم الله فليغ أطروحة من شهادة الدكتوراه شهادة الحقوق تخصص قانون الجنائي بعنوان تأثير تطور منظومة حقوق الإنسان على قانون الإجراءات الجزائية الجزائري أمام لجنة مكونة من الأساتذة عصام نجاح رئيسا، يزيد بوحدويت مشرفا، منصور الرحمن ممتحنا، محمد خليفة ممتحنا، راضية مجري ممتحنا، محمد شريرية ممتحنا. وبعد المناقشة العلنية والمداولات السرية تقترح اللجنة على السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي منح المترشح شهادة الدكتوراه ألندي بتقدير مشرف جدا مع تهنئة اللجنة.